وان المجلس بيرفض رحيلهم، ده على اساس ان ايه، ان مستر لاسارتي هو عايز يستغني عنهم يعني. لسه الامر ما اتحسمش برضه، وبالتحديد جونيور اجيلي صعب جدا ان انت تستغنى عنه. عمرو جمال لعيب من اللاعبين المميزين جدا جدا اللي صعب برضه تستغنى عنه، خصوصا ان هو كان بيصادفه سوء حظ خلال السنه اللي فاتت. لكن يبقى عمرو جمال احد النجوم الكبار جدا في الكره المصريه، وكمان في النادي الاهلي، وياما شارك في بطولات كتير جدا، وكان يعني عنصر رئيسي في تحقيق النادي الاهلي لهذه البطولات. فكلها اخبار يعني لسه الكلام فيها قدامه وقت شويه. عشان نعرف بشكل اكبر ونوضح الصوره لحضراتكم بشكل اكبر، خلينا ناخد على الهاتف مداخله مهمه جدا جدا مع احد نجوم النادي الاهلي، وهو كابتن عمرو جمال. يا عمرو، مساء الفل عليك. مساء الفل امير، وكل عليك وعلى قناتنا الاهلي ومشاهدي النادي الاهلي، وكل سنه طيبين ويسعد علينا وعليك يا رب. وانت طيب، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. في البدايه عمرو، يعني كلام كتير الفتره اللي فاتت عن عمرو جمال، اتقال ان عمرو خلاص ممكن يتم الاستغناء عنه من قبل النادي الاهلي. في المقابل كمان تلاقي ايه، يقول لك عمرو جمال وقع لاحد الفرق في الدوري المصري وموضوع خلاص انتهى. يعني في الحقيقه كلام كتير جدا بيتقال عنك، انت حابب ترد تقول ايه يا عمرو؟ والله امير، يعني الفتره كل فتره بتسمع نفس الكلام. تمام. ما بيحصلش اي حاجه من الكلام ده غير لما بيكون في حاجه، بتبقى الحاجه باينه قوي وبتبقى حاجه رسميه قبلها يعني. لكن الكلام مش مظبوط خالص. انا يمكن في فتره بستمتع بيها باجازتي مع اصحابي ومع عيلتي. كويس. لكن الكلام ده ممكن بقعد اسمعه من الناس، لان انا مش متابع قوي الفتره اللي فاتت الاخبار وكده. لكن انا بشوفه من الناس في الشارع وبشوفه من الناس حواليا. الكلام ده مش مظبوط. انا كل تركيزي مع الفتره اللي فاتت كان ان انا كنت مصاب، والحمد لله رجعت بحاله كويسه. كويس. وما عنديش اي مشاكل خالص، ولا الكلام ده مش في دماغي اصلا. طيب، الفترة اللي فاتت انت بتقيم الـ السنة اللي ممكن ضاعت منك غصب عنك بسبب ظروف خارجة عن ارادتك، سواء فيما يتعلق بالاصابة او حتى بيتعلق بانتقالك لبعض الاندية. انت شايف السنة دي ازاي، وبتقيمها بالنسبة لك انت ازاي، وازاي هتقدر تتخطى السنة دي وتبتدي بداية باذن الله تكون قوية جدا جدا مع النادي الاهلي؟ والله يا امير، انا السنه اللي فاتت فعلا يعني من اصعب السنين في حياتي. لكن خلينا نبقى ايجابيين شويه. في سنين كده في الكوره بالذات تبقى السنين انت اللعيب بيزرع فيها في اللي جاي. يعني انا كنت كويس. السنه دي بحاول على قد ما اقدر ازرع فيها مجهود كبير، تركيز كبير، تطور كبير عشان خاطر اللي جاي. يعني ممكن تكون انت بتعمل حاجه بس بتعملها الحاجه الوقت بعد كده. ويمكن اكبر سوء حظ صادفني وانا اول ما خلاص بقيت موجود، ويعني كان في ماتش ان انا هلعب الماتش اللي جاي، اتصبت قبل الماتش ب 48 ساعه، والاصابه اتجددت وكملت. يعني قعدت 3.5 شهر مصاب، وده كان وقت ما كانش في صالحي خالص. وبعدين الدوري وقف والامور ما بقتش واقفه، فالامور ما كانتش مساعدتني. بس انا كان تفكيري ان انا بزرع اللي بعد كده مش دلوقتي، وكنت باخد كل تمرين ده كانه ماتش عادي جدا. كويس. لان ما كنتش باخد تمرينه كده عاديه، يعني انا بتمرن وخلاص، وكنت محافظ على نفسي ومحافظ على شكلي في التمرين، والحمد لله كان الناس كلها موجوده شايفه ده. لكن هي اللي كان قابلني بس شويه سوء توفيق، او في ان انا بعدت وبعدت في حته الاصابه. لكن انا متاكد جدا ان اللي انا عملته السنه دي هيطلع ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طب يا عمرو، عايز اكلمك عن الفتره الجايه مع النادي الاهلي، وفي ظل الكلام الكتير اللي بيتقال عن عمرو جمال، هل انت قعدت اتكلمت مع حد من المسؤولين في النادي الاهلي، سواء الجهاز الفني، المسؤولين سواء كابتن محمود الخطيب، كابتن سيد عبد الحفيظ، هل في اي كلام حصل ما بينكم بخصوص مستقبلك ان شاء الله مع النادي الاهلي؟ لا ما فيش اي حاجه من الكلام ده. انا عادي جدا مركز مع الفرقه. كويس. كل الكلام اللي بيحصل انا في تمريني مع عادي جدا ومركز جدا، بعمل تمرينه كويسه، بستقبل الاشاده من الناس كلها. اذا هو ده الطبيعي، اي حاجه هتبقى هتحصل في الكلام ده. مع يعني انا ما تعرضتش للموقف في النادي كتير يعني. كويس. خصوصا ان انا بقيت 12 سنه في النادي. لكن احنا انا مركز في النادي وانا تحت امر النادي، اي وان شاء الله اكون سادس ان انا في النادي جدا الفتره الجايه. سواء اي حاجه هتحصل باذن الله هنشوف يعني لسه يعني. حتى لو في بعض العروض الخارجيه يا عمرو، انا اوريدي عندي عروض خارجيه، لكن انا مش هتكلم في اي حاجه خالص.
وانا موجود ومركز في النادي، عشان كده انا قافل الباب ده خالص دلوقتي خالص، خصوصا داخلين على فتره اعداد. تمام. وهنشوف يعني، هنشوف كل واحد. انا لسه يعني 27 سنه، قدامي فتره قد النادي فيها ان شاء الله، فهشوف يعني ان شاء الله. انا كل تركيزي مع النادي الفتره الجايه، وابقى مركز جدا. ان انا السنه اللي فاتت ان انا عملت فيها مجهود كبير جدا مع فتره اعداد، وان انا ابقى مع الفرقه يبقى في ماتشات وديه، وهتبين بقى هتبين كل واحد عامل ازاي ان شاء الله. بتمنى ان انا اللي انا اقدر احطه الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب ده يا عمرو بخصوص النادي الاهلي وموقفك مع النادي الاهلي بالتحديد، بقى عايز اتكلم معاك شويه عن منتخب مصر، واحنا مقبلين على بطوله مهمه جدا، وانت احد اللاعبين الدوليين واللي كان ليهم دور كمان في تصفيات كاس العالم وتاهل مصر لبطوله كاس العالم 2018. هل انت متفائل بمنتخب مصر ان شاء الله ياخدوا البطوله او نحقق هذا اللقب هذا العام، ولا رؤيتك ايه للفتره الجايه بالنسبه لمنتخب مصر؟ والله المنتخب انا شايف ان طبعا احنا بعد مستر كوبر عملنا فتره احلال وتجديد في المنتخب. تمام. وده كان حاجه ايجابيه جدا. ان انت بتحاول ان انت تعمل، انت خلاص مستر كوبر كان عمل كل اللي يتمناه اي حد، وصل افريقيا، وصل نهائي افريقيا، لعب كاس عالم، فخلاص كسر حواجز كتير. ودخلنا دلوقتي في مرحله برضه مختلفه دلوقتي بعوامل مختلفه باهداف مختلفه. اللي هي ان انت خلاص بقى عندك جيل قوي، لعيبه كويسه جدا يعني، لعيبه ما شاء الله دلوقتي عندك محمد صلاح. طبعا حاجه كبيره جدا. الناس اللي حواليه، العوامل كمان اللي موجوده حواليه عوامل كبيره، وعوامل كلها تساعد على النجاح. ده فن كويس محترم. فانا شايف ان انت دلوقتي ما ينقصكش حاجه على البطوله يعني، وخصوصا ان انت عوامل المساعده كلها البطوله مش الناس دلوقتي. اخر بطوله كانت على ارضنا كانت في 2006. النهارده انت بتتكلم بقى ترجع البطوله على ارضنا، والدنيا كلها بتساعد، الجمهور هيساعد، الاعلام هيساعد، ال طبعا البلد كلها مساعده وفي دعم جامد جدا للمنتخب. فانا شايف ان ما فيش اي غير ان احنا نبقى موفقين ان شاء الله، واللعيبه تبقى مقدره حجم المسؤوليه اللي عليها. لان اعتقد ان احنا في مقبلين على وقت، احنا لو حاجه زي كده حصلت هيبقى فيها تاثير على حاجات كتير قوي في الكوره في مصر، ومش في الكوره بس، حاجات طبعا كتير في مصر. فاحنا مستنيين فعلا من المنتخب حاجات كتير باذن الله، وكل الدعم للمنتخب وللعيبه، ومهما حصل ايه ان احنا واقفين في ظهرهم ان شاء الله، ان احنا يظهر يبقى في شكل جميل يليق باسمه ويليق بالمجهود اللي اتعمل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اخيرا يا عمرو، توقعك بخلاف محمد صلاح اللي يتالق مع المنتخب ويقود المنتخب ان شاء الله لتحقيق اللقب، من وجهه نظرك ممكن يكون مين؟ والله انا نفسي كله يبقى على يعني اللعبه كلها تبقى تظهر بشكل ممتاز، لان ده هيتعكس على تيشيرت المنتخب وعلى اسم مصر. لكن ان شاء الله بتمنى خصوصا تريزيجيه، واتمنى كل لعيبه الاهلي باذن الله يظهروا بشكل قوي جدا باذن الله ان شاء الله. يا عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. كان معانا على الهاتف طبعا نجم النادي الاهلي الكبير عمرو جمال، واحد اللاعبين المميزين جدا مع النادي الاهلي على مدار سنوات سابقه، ما عدا اخر سنه دي كان بيصادفه طبعا سوء حظ كبير جدا، لكن اكيد بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله المرحله الجايه مع النادي الاهلي. واحنا جبنا خلاص لحضراتكم الاكيد اهو من عمرو جمال، الراجل بيستعد